تبارك الله. وبره هي وبره هنا على المركز الثاني هملوله لاسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، وكذلك هنا في المركز الثالث نعود مع مذيار ايضا لهجي العاصمه احمد بن راشد بن غدي اللي يضمرها. يا سلام، هذه المراكز الثلاث الاولى، ولكن خلاص سجل ايها المسجل ودون يا من تدون ايضا في سجلات الانتصارات انها وبره هي الواصله على اول الانطلاقات. تهانينا والناموس من خلال هذا المسار وهذه اللحظه التي نتابع فيها هذا التحدي، وصول وبره ثاني والناموس الهجن العاصمه ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. تهنئه لحمد بن راشد بن غدير على فوز وبره بالمركز الاول، وهناك ايضا مذياب بالمركز الثاني، والمركز الثالث ذهب الى هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان. على قمه الانطلاق قمه المركز الاول. الله 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 الله، هذا الشوط بالفعل صمود من الذكريات، صمود من الذكريات، وهجوم من الشايبة، هجوم من الشايبة وصمود من الذكريات. ما شاء الله اللحظات الأخيرة، الانطلاقات الأخيرة، نشوف هذه اللحظة، هذا التحدي، هذه الإثارة، هذه الانطلاقات. ذكريات يا ذكريات، ركزي ركز ركز ابن حزيم، ركز الشايبة الشايبة الشايبة، وصلت الشايبة وصلت الشايبة، ذكريات والصمود الشايبة وذكريات. الله 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 الله، ما شاء الله، ذكريات الصمود، ذكريات الشايبة الشايبة وذكريات الشايبة وذكريات، ذكريات الذكرى الذكرى الشايبة الشايبة على المركز الأول لهجنة العاصفة. المركز الثاني ذكريات سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث نجد لهجن العاصفة في المركز والمنبرد بمقدمة هذا الشوط. ودخلنا في الكيلو الأخير، كيلو الامتحان في تكرم الزمولة وتهان بقيادة معطش. يا سلام يا معطش، معطش تشاهدونه على شاشة التلفزيون، بيشرب ناموس، بيشرب سلامات، بيشرب تهاني. يا سلام يا معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. مشكور يا ابو محمد على هذا الاداء الذي قدمنا هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد ال مكتوم. على فكره معطش منذ البدايه وحتى هذه اللحظات، بيكمل 6 كيلو متر وهو في مقدمه هذا الشوط. يا سلام يا سلام على معطش، ها هو معطش تشاهدونه على شاشه التلفزيون بدون منافس من سلاله شاهين. يا سلام، الدماء الشاهينية تتجسد في عروق وفي شرايين معطش، وها هو معطش يغترم من خط النهاية من المنصة الرئيسية. تهانينا من العماق لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا مصحوبة للمضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي المركز الثاني مخلص لهجن العاصفة. المركز الثالث جياش لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم، المركز الرابع يا سلام يا نشوان، نشوان لسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن المعلى بقيادة المضمر علي بن سعيد الخاطري. يا سلام، المركز الثاني نشوف وناخ المركز الثاني نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويصي. ويلا يلا 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 يا قايد السوان، الغويص قادم على ظهر نشوان والمعركة شديدة، المعركة طاحنة. نشوان ونشوان، نشوان يتسلل، نشوان يتسلل على حساب نشوان. يا سلام، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة. نشوان يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص المضمر اللامع ومضمر في الذي صالت وجالت على أراضي ميادين الدولة. يا سلام، لكن أرى عجيب عجيب والعجم من عجيب، عجيب والعجم من عجيب. يا سلام، عجيب يتسلل، يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد
بن حمد بن غدير الاجتبي. تهانينا لمالك هجن العاصفه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. تهانينا المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الثاني نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز انفردت 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 اللي هي الشاهينيه من هجن العاصفه. نحن نذيع هنا حتى الخمس المراكز او الست المراكز، ولكن الشاهينيه مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه انفردت انفردت لتكرر النقاط وتضيف الكثير مع شعار هجن العاصفه. هذا اللي تتوقعه وهذا اللي تتمناه الجماهير مشاهدينا الاعزاء متابعي هذا الشعار محبي هذا الشعار شعار هجن العاصفة. في هذا الاستعداد الكبير في هذه الانطلاقات في منتصف الموسم، يا سلام يا سلام يا سلام. التهنية دائما نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة. تحية وتقدير لحمد بن راشد بن غدير الواثق دائما مع هذه الانطلاقات. المركز الثاني كذلك سلهود من هجن العاصفة. المركز الثالث الحرة لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم. المكتوب الرابع تابع ريما يتابع غيرت الى المقدمه، يا سلام. المركز الثاني الدانه، الدانه كذلك بدلت استلمت مهمه مشاهدينا الاعزاء. نوف 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 سلمت المهمه للدانه والدانه غيرت ادت الواجب نوف، ولكن تبدل هنا مع شعار هجن العاصفه. الدانه غيرت الى المقدمه، الدانة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، يا السلام. ولكن شوفوا لي هناك العنود 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 رقصت العنود لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوب. منصور بن سعيد بن منانه بن منانه، ولكن لا زالت الدانه والعنود العنود والدانه الدانه والعنود العنود الدانه الدانه العنود العنود الدانه الدانه العنود. يا سلام يا سلام يا سلام، العنود انتزعت المركز الاول. تهانينا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. الدانه في المركز الثاني من هجن العاصفه. المركز الثالث ريمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. من غدير على صدارة هذا الشوط، شاهين في المركز الثاني، شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن محمد بالضبيعة على الصدارة وعلى المركز الثاني عفوا في هذا الأداء الجميل. ولكن هناك شاهين يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، يسيطر على المركز الأول سيطرة فعالة. والنقطة الخامسة لهجن العاصفة في مساء هذا اليوم، هو شاهين هنا على الصدارة وعلى المركز الأول. إذا هنا تشاهدون شاهين بهذه الانفرادة الجميلة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز الجميل، والتهنية لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز المتميز. وخامس نقاط هذه الأمسية التراثية الجميلة لهجن العاصفة. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام ولحظة وصول المركز الثاني، شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الثالث شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. مركز قيادة المضمر أحمد بن علي السوداني. المركز الثاني نجد نجد ليس المركز الثالث لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. عمر بن مطر بن لاحج الهيري في تضميره، ولكن التسلل من شاهين من هجن العاصفه بقياده حمد بن راهب بن حمد بن غدير هنا مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في تضميره يسلم التحديات. وارى غريب 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 بدا يتسلل، غريب بدا ينتزع الصدى
الصدارة. غريب بدأ ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان وبقيادة أحمد بن علي السوداني. ولكن هنا شاهين على المركز الثاني هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الله والتحديات والإثارة. ولكن غريب على الصدارة، غريب على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان بقيادة أحمد بن علي السوداني على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. هو لحظة اقترابه من الفوز ومن الناموس، اللحظات الأخيرة. تهانينا وسلام لأهالي مدينة العين على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني شاهين من هجنة العاصفة، المركز الثالث والرابع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رابس المكتوم، المركز الخامس يسيطر على المقدمة مع الكوكبة الثلاثية، مع الكوكبة الثلاثية والمثلث، المثلث الذهبي يحتضن شعار هجن العاصفة والانطلاق الجميل من الشاهينية وأرى الظبي وطلوع والمثلث الذهبي بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة اللي أيضا دائما ما يكون في طليعة الأشواط وعلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع هني أيضا الشاهينية اللي بدأت تنفرد، بدأت تغادر بناموس هذا الشوط، ولكن طلوع على المركز الثاني، طلوع على المركز الثاني، المركز الثالث. هناك ايضا الظبي بشعار هجن العاصفة. تهانينا من هذه اللحظات وللمرة السادسة لهجن العاصفة ولمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني دائما لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير والنجومية الثلاثية مع هذا الشعار في هذا الشوط مع الشاهينية ومع طلوع ومع الظبي. لحظات وصولهن الى خط النهاية في الموثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. نتابع حملوله في رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيج الرميثي في متابعة وانطلاقة حملوله، ولكن التحديات الانطلاقات الجميلة والهجوم من الطاغية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة منصور بن سعيد بن منان السويدي اللي يتابع انطلاقة الطاغية اللي قادمة بكل قوة. ولكن نعود ونتابع علاج على الصدارة، على المقدمة، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام. علاج على الصدارة وأرهني أيضا أرى جبارة في ثاني المراكز، والطاغية اللي قادمة بكل قوة. التحديات جميلة، ولكن علاج اللي صامدة على المقدمة. يسلوب يا سلام يا سلام يا سلام. علاج وجبارة، الطاغية جبارة، علاج يا سلام. التحديات الجميلة، الطاغية، علاج جبارة في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم المركز الثاني، تصل فيه الطاغية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم المركز الثالث، علاج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم